ثروا من عتابي بعد لبس الحجاب، بت من قولهم في حيرة واضطراب، حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة. ولكن كيف 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 أنزع كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل، صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء، شرع ربي دليلي يا أوى الأدعياء، لا أوى الأدعياء أدعيائي. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل، صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء، شرع ربي دليلي لا هوى الأدعياء، لا هوى الأدعياء أدعيائي. ولكن كيف 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 أنزع كيف أنزعه، كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب، كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي. جاءني بالورود ناصح ذو عودي، ربة الحسن عودي للهنا والسعود. جال فكري وحارا تارة بعد تارة، بت أسأل نفسي هل أزيح الخمار، ولكن كيف 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 أنزعه، من يعش في الهدايا لم يمل الغوايا، رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا، من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم في العبادة، وليدم في العبادة. ولكن كيف 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 أنزعه، كيف أنزعه.